صباح الخير، اليوم معاي مرة ثانية مي النجار. أنا من البحرين، مي في الكويت، والحمد لله التكنولوجيا جابتنا مع بعض على سكايب. مي النجار معالجة بالبرانا اللي هي الطاقة الحيوية، وأنا أخصائية تغذية. كنا نسولف قبل عن موضوع الزواج، وموضوع الزواج وايد عود وجدا متشعب، فقلت ان ندخل في، خلينا نقول، يعني زاوية اخرى من نفس الموضوع. الموضوع الثاني اللي وايد تجيني عنه اسئلة هو موضوع ان انا تزوجت وبعدين اكتشفت ان هي كانت غلطة، فالحين شو اسوي؟ طبعا هي الحين متوهقة، يا ان السالفة فيها عيال، يا ان خلاص يعني ما تبين تكسرين هذه الزواج اللي صار. فسؤالها الاول انه وين اروح، يعني شنو اسوي غير ان الواحد بيترك هذا الشخص. فانتي ايش تقترحين على حد اذا قال لك هذا السؤال؟ الزواج أعتبره يعني من أهم الأشياء أو من أهم الطرق إن الواحد فعلا يقدر يطور من ذاته، لأن مثلا وايد ناس يشوفون الأشخاص الروحانيين أو ببالهم إن هذول قاعدين فوق جبل وقاعدين يتأملون 24 ساعة. أوكي هذا زين، بس إنه يعني الروحانية الحقيقية هي فعلا لما الواحد يكون أسرة ويكون عائلة، لأن هني فعلا الواحد يقدر يشوف نفسه من خلال الآخرين، خصوصا إذا كانت علاقة حميمية ما بين زوجين وما بين الأطفال يعني الأسرة. فهني فعلا إذا واحد يبي يتطور روحانيا هذا هو أكبر درس إنه يكون فيه. أكيد الدرس عادة الواحد يبي يتطور يعني غالبا ما يكون وايد سهل، فما يكون وايد سهل يمكن لأن مثلا الاختيار أساسا ما بدأ بالطريقة الصحيحة. أو إذا كانوا تابعت صغار، الحلقة ساعات يكونون صغار، يعني هم بالضبط يتزوجون صغار أو يزوجونهم صغار، فيكون القرار ما كان وايد صعب يعني. بالضبط بالضبط. وإذا مثلا صار هالشيء، إذا شفتوا حلقتنا السابقة تكلمنا عن حب الذات، فهي مثلا من البداية كانت تسعى لهذا الزواج عشان يكمل شيء في داخلها، فمن البداية كان في هذا الخلل. بس هذا مو معناته أن ما نقدر نحلها الحين، بالعكس كل شيء طبعا فيه له حل. في وايد بنات يفكرون أن أبوي أنا مع أسوأ شخص بالعالم وأنا خلاص استك معه ومتعلقة معه وما أقدر أطلع من هذه الزيجة. أنا اللي أقول لك لا، أكو وايد أمل وفي وايد علاقات زوجية كانوا على وشك الطلاق وبس سووا تقنيات جدا بسيطة، بدأوا يشتغلون على نفسهم، اكتشفوا أن لا، هذا الإنسان صار من أجمل الأشخاص في حياتي وحبي له يفوق كل حب، وهم الحين عايشين في أحلى حياة. فهذا كله ممكن يصير. أنا بس أول شيء ودي أعطي الأمل أن حق صح، النساء اللي هم يمرون في هذه الظروف، هي كلش ظروف مو سهلة، بس there is hope، دائما في أمل. انزين اعطيهم شيء. يعني الحين مثلا قولي واحده قاعده تطالع وتقول لك ها احبه مستحيل كرهته اصلا، وتشوفينها هذه هو الواقع. احنا نضحك يعني، ولكن هذه هو صح. الواقع. فانت الحين قاعده تقولين لها تقدرين تحبين مرة ثانية شخص يمكن هي اوريدي خلاص انطفى قلبها عليه. صح. فأعطينا يعني كذي وسيلة وسيلتين اللي على الأقل تقدر شيء تبتدي فيه اليوم. هي دائما طبعا اي احنا ما نقدر نغير باللي حوالينا او بالوضع اللي حوالينا، دائما 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 نبتدي بنفسنا. بنفسنا، اوكي. فاول شيء انصحها فيه اللي هي تبتدي تشتغل على نفسها، تبتدي تحب نفسها، تبتدي هذا المشوار مال حب الذات. هذا وايد ضروري، هي ما بدأت فيه قبل الزواج، اذا ما مداها تبتدي فيه لا زال في مجال ان هي تبتدي بعد الزواج انها تشتغل على حبها الذات. هذا اول شيء نمبر 1، او ممكن يكون نمبر 1 التسامح. التسامح طبعا انزين، فتسامحي على كل شيء سواه. يعني انت قاعدين نتكلم عن يمكن خيانات، عن يمكن صوت يرتفع، يمكن ضرب، بس انا اصير طوفه هبيطه واتكفخ كل يوم وبعدين بسامحك يعني صدق صعب. هو مبدئيا وايد حلو. لا صعب، لا انا قاعد اضحك لانه يعني اذا انا ما قاعد اتكلم عن الزيجات اللي فيها خيانة او طلاق، اوكي، هذا خيانة او طلاق يعني ممكن الموضوع يكون شوي مختلف. سوري، خيانة او ضرب، ضرب خصوصا ايه الضرب يعني. يعني هذا اقدر اتطرق له بعد شوي، بس انا اتكلم عن اي شيء ثاني.
ممكن اللي هو يصير في العلاقة الزوجية، بس انه هو نفسيته كلها يعصب، ما له خلق، يعني انه بس وكله متهاوشين، كله معصبين على بعض، هو ستريس. فالستريس هو عادة من اكثر الاشياء اللي تسبب هذه الشحنات الكهربائية ما بين الشخصين. يعني فكر فيها، اثنين قبل لا يتزوجون يصير في بينهم هذه المسافة، لأن مو عايشين مع بعض، فهذه المسافة كل واحد يشوف نفسه أو لما يلتقي بالشخص الآخر، لما يلتقي بزوجه يكون في أحسن مظهر له وعادي، بس يصير في الزواج معناته يصير في شنو؟ في الاحتكاك، فيبتدي هذا الفريكشن، والفريكشن معناته في الحرارة، مع الاحتكاك يسبب الحرارة، فهني تبتدي عاد المشاكل الزوجية. هو في ستريس، هي فيها ستريس، كل واحد يقط الستريس على الثاني، ما يقدرون يتحملون بعض. أول شيء يعني من يمكن أوائل الأشياء الوحدة تحتاج تسويها اللي هي تسامح. تسامح ليش؟ لأن لما يصير في وايد غضب، في وايد من هذه المشاعر، الحقد والغضب، ودائما تنظر لأنه هو شخص، أنه هو يمكن أسوأ إنسان بالعالم، هذا الشيء مع التسامح يخف في الغضب وايد، تصير تقدر تبتدي تشوف الأشياء بوضوح، خصوصا يعني هو مو بس الغضب، هو حتى شعور الانتقام، ففي وايد حريم عندهم هذا، أو النساء يصير عندهم هذا الشعور الانتقام، فبس التسامح وايد يساعد إنه شوية يهدي يعني الموضوع. لأن حسب خبرتي يعني واللي قاعدة أشوفه من الجلسات، إذا الواحدة حاولت تتصلح أي علاقة، أو حتى مو علاقة، حتى قاعد أتكلم عن التشافي بشكل عام، إذا ما سوت، لو أنا سويت لها جلسات من هني لعقب باكر وما سوت تسامح، ما راح يفيدها. فالتسامح يعني تقدرون تقولون أعتبرها الخطوة الأولى. صح، يمكن في صعوبة بالبداية، التسامح يمكن في صعوبة بالبداية لأن الطلب وايد جديد. لا لا أكيد التسامح أكيد صعب يعني، بس يعني شوفي أنا بسألك سؤال، يمكن يعني عشان تسامحين الشخص لازم أنت يكون عندك ثقة شوي أكثر في نفسك، صح؟ يعني أن أنا عارف أن أنا من وأنا شنو أكون وحب لنفسي. ساعات في نسوان يقولون لي أن أنا كنت أحب نفسي وكان عندي وايد ثقة، هو اللي حطمني، هو اللي نزل ثقتي في نفسي، هو اللي يحبط فيني. فعلى قولتك يعني لازم يمكن شوي نبتدي بخطوة قبل، حتى قبل لا أسامحك لازم أنا أسامح نفسي. بس أنا إيه يعني تعرفين ساعات إحنا نكون صعبين على نفسنا أيضا يعني، أو حتى يمكن أنا ما سامحت نفسي إن أنا تزوجته أصلا وهو سوى فيني هالأشياء، تعرفين؟ فش رأيك أنت في هالموضوع؟ أي أكيد، يعني مشوار التسامح مشوار طويل، ويعني ممكن حلقة كاملة نخليها بس عن التسامح. أنا الحين بس قاعد أتكلم عنه بشكل مختصر. الواحدة ممكن تبتدي تسامح نفسها، طبعاً أكيد. من أسهل الأشياء اللي أو الطرق اللي الواحدة ممكن إن تسهل عليها التسامح، إنها تشوف الإنسان على المستوى الروحي، يعني كروح. إحنا كلنا الله سبحانه وتعالى لما خلقنا، أكيد ما خلقنا في إن هذه كل الشوائب اللي هي الغضب والحقد وإساءة الآخرين، هذه تصير مع الوقت. بس أول بيبي لما ينولد هو قمة في النقاء، بيور، وايد بيور، فإحنا كلنا في يوم من الأيام كنا كذي. فهذا يبتدي أول شيء إنه يسهل عليها إن هي تشوفها كمخلوق، ككائن إن الله سبحانه وتعالى خلقه، وما تشوفها على مستوى الشخصية. الشخصية هي التصرفات اللي تسويها، الكلام اللي يقوله، كل هذه الأشياء هذه كلها اكتسبها عقب، بس تشوفها على مستوى الروح، إنه هو إنسان، إنه هو كائن مخلوق في المحبة الإلهية، في الجمال الإلهي، في السلام الإلهي، فتشوف على هالشيء. ممكن في ناس يصير عندهم سهل إنه أوكي خلينا نرجع مثلاً، إيه أنا شفت علاقته ويا أمه أو ويا أبوه وهو وايد عانى وياهم، فتبتدي أو هو أوكي وايد تحت ستريس، تحت ضغوطات عمل، فهذه الأشياء شوية ممكن تساعد إنه تخفف يعني أو تسهل عملية التسامح. ودائماً اللي يفكرون فيها أكو التسامح الداخلي، أكو التسامح الخارجي. يعني التسامح الداخلي إن إذا واحدة مثلاً خني أحد باق من شخص ثاني فلوس، زين؟ أكو التسامح داخلي، أكو التسامح خارجي. مو معناته هو باق من فلوس وبس أنا سامحته وخلاص خلي يروح يبوب من ناس ثانية،
لا انا سامحته من داخل، بس انا اوديه حق القضاء، هم ياخذون حقي منه، يرد لي فلوسي، يعطيني تعويض، whatever. بس ففي الفرق، خل الوحده تستوعب ان الفرق ما بين التسامح الداخلي والتسامح الخارجي، ان هي في البدايه تسامح، بس مثلا اذا هو قال لها كلام وايد مزعج او يعني فعلا اساء لها، مو معناته بالخارج ان هي هم تبين له عادي عادي، يلا انا رجعت ما يخالف، خلينا كم، مو هذا الشيء اللي يصير. واللي لاحظت ذكرت بعد نقطه، ان في وايد نساء يبون يسامحون بس علشان على قولتهم المركب تمشي، عشان ما يبون هذه المشاكل. يعني فهم فعلا ما قاعد يسامحون، هم بس قاعد يزيدون من حبهم، من عدم حبهم لذاتهم اكثر. صح، اللي يصيرون هذه نفس ما قلتي الطوفه الهبيطه، يعني انا ما خالف اسوي لي، ما خالف اسامحك، عشان بس هو من داخل فيهم وايد غضب، وايد وايد غضب مكبوت. فاول شيء تفكر فيه تتخلص من هذا الغضب، لان الغضب يعتبر سم، كانه توكسن، سم داخل موجود، وهذا بعدين ياثر على صحتك، ياثر على وايد اشياء في حياتك. فاول شيء هذا يحتاج انه ينشال. انزين، اذا احنا كنا نقول، يعني انا دائما اقول ان انت ذبذباتك هي اللي بتجذب لك على ذبذباتك، ولكن ايضا احنا في الحياه روحنا دائما تبي تتطور، اوكي؟ فخلينا نقول مبدا ان انا قاعده اجذب حق نفسي اشياء عشان تساعدني اتطور، اوكي؟ فانا لازم امر بالاشياء الصعبه اللي مريت فيها او اللي بمر فيها عشان اتطور على مستوى الروح، اوكي؟ فمعناته ان انت جذبتي هذا الشخص لسبب معين، حتى إذا هو قاعد يسوي حياتك أصعب، أحس إنه يمكن شوي إذا الواحد يدخل داخل ويشوف إن أنا شنو قاعد، شنو الدرس اللي قاعدة أتعلمه من ذي، من هذه الموقف حتى، لأن طول ما أنا ما قاعدة أتعلم الدرس بيتم الدرس ينعاد. فإذا أنا مثلا شاحنة نفسي غضب على قولتك، وكل ما يسوي شيء أتنرفز وأتضايق، يمكن هو بيتم يسوي كذي لما انا ابتدي احل الغضب اللي قاعد من داخلي. يعني في واحد من الخبراء مره قال انت تشوفي لما البرتقاله نعصرها يطلع منها عصير برتقال. دائما الشخص اللي داخله يطلع وقت الضغط، اوكي؟ فاذا انا بضغطك وبعطيك قلق وسترس وبسوي لك كذي بعصرك، شوفي شنو يطلع. اذا يطلع غضب ذاك الوقت، معناته انت كان في داخلك غضب من قبل. فهو بس الصاير هو كأن الوسيلة، يعني هو الله طرشها لك بس عشان انت تشوفين هذا الشيء في نفسك. بالضبط، فانت جذبتيه، فتشوفي ليش انت جذبتيه. صح. يعني من اكثر الدروس اللي نحتاج نتعلمها عادة تكون التسامح وحب الذات. فعادة اللي يصير في يمر في هذه المشكلة، المشاكل الزوجية، هذول خلينا نقول هم الأساسيين، وبعدين وايد اشياء ثانيه تتشعب من تحتها، كل واحد طبعا حسب تجربه حياته وظروفه الخاصه، بس غالبا لها علاقه بهالشيئين. ففي مرات كثيره اشوف ناس، حتى مثلا اذا احد كان بوظيفه، اللي يقول بس خلاص ابي اطلع من هذه الوظيفه وبشوف لي وظيفه ثانيه، انا ماني قادر اتحمل المسؤولين، ما اقدر. اذا راح وظيفه ثانيه انا دائما اقول لهم جارنتي راح تلاقون نفس السيناريو، راح يكرر نفسه، لانك وديت نفسك معاك يعني هناك في الوظيفه الجديده بعد. بالضبط. فقبل لا تطلعون من هذه الوظيفه، اصلح من الاشخاص اللي حواليك، حاول تتصالح وياهم، مش شرط تصير بيست فريند، اصدقاء، بس انه ما يصير في هذا الشعور العدوانيه. وبعدين يمكن انت خلاص تعلمت هذا الدرس، بعدين في هذه الحالة مثلا تبي وظيفة فيها مدخول أكثر، تقدر تترك هذه الوظيفة وتروح الوظيفة الثانية، وراح تلاقي وظيفة وايد جميلة وناس وايد لطفاء معاك، وراح تلاقي هذه الوظيفة اللي أنت فعلا تبيها مع المحيط اللي تبيه. نفس الشيء بالنسبة للزواج. طبعا أنا ما أحب دائما أخلي الطلاق أو الانفصال هو آخر شيء، بس في مرات، مو كل مرة، بس في مرات إنه ممكن يكون علاقتي مع هذا الإنسان وهو بس عشان يعلمني هذا الدرس. صح. بعدين أنا تعلمت هذا الدرس، أنا سامحته، تصافيت وياه، بس أنا لازلت أحس إنه لا، هذا الشخص مو مناسب حقي. وممكن تصير، بس يعني أنا دائما أحاول أخليها آخر شيء، مو وقت المشاكل الصعبة تقولون بترك. لا، تصافوا تصالحوا، أتليست أنت تصالحي ما بينك وبين نفسك، أوكي يمكن تعلمتي هذا الدرس من هذا الإنسان، شكرا ما قصرت، يعطيك ألف عافية. بعدين تتركين، حتى لما تتركين دائما رح تذكرينه بالخير. يعني توني أنا كنت مع
يعني مع صديقة، فكانت قاعدة تقول لي أنا كنت مع طليقي كانت علاقتنا موازية، بس هو وايد زين وأنا الحين علاقتي معاه وايد زينة، فمعناته هي تعلمت هذا الدرس من هذه العلاقة ووايد فادها، والحمد لله الحين ممكن أنا أشوف شخص آخر مناسب لي، لأن أنا عندي هذه المحبة الزايدة لنفسي، أجذب الشخص المناسب لي أكثر. بس أجين أحب أكرر، أنا مو هذا الشيء هذه هي، اللي أتكل، أول شيء هذا الحل. صلحي علاقتك مع نفسك، حبي نفسك، وبعدين تشوفي اللي يصير. إن إحنا لما يكون عندنا هذا الغضب بس نشوف الشخص في أسوأ حالته، ننسى ليش إحنا بالبداية تزوجناه. صح، ليش أكيد حبيتيه في الأصل؟ إيه بالضبط، كان في وايد أشياء إيجابية، فأنت حاولي تركزين وايد على البوزيتيف اللي فيه، الأشياء إيه. الإيجابية. هل هو كان كريم؟ هل هو إذا أنت كنت تعبانة دائما كان ودف معاك معاك إيه. يساندك؟ حاولي تفكرين، حتى أنا ساعات أقول لهم حتى بأتفه الأشياء، حتى لو لبسه حلو، حتى لو ريحته حلوة، دائما نظيف، حتى هذه الأشياء. هو شاطر مثلا في الكمبيوتر، أو هو رسام، أو هو فنان، كل هذه الأشياء فكري فيها الإيجابية، راح تكتشفين إنه آه صح، لا هو not so bad نفس ما أنا صح. كان في مخيلتي، لا هو إنسان زين، إنسان وايد زين. بس أنا مع هذا الغضب والسترس كله أعماني سوالي ضغوط تشويش الحياة، إيه ما صح صحيحة. صح أنا يعني أحس بعد ساعات يصير إن لما المرأة أو الرجل حتى في الواقع يروحون في طريق، خلينا نقول هي تكتشف هذه الطريق الجديد، تبي تغير أكلها ولا تبي تغير نفسها وتبي تحب ذاتها، فهم كانوا ماشيين مع بعض، هي تبتدي شوية تلقى طريق جديد، اوكي، فيصير تصير الفجوه اللي بينهم تكبر شويه فيبتعدون عن بعض، فهي تقول لي ان خلاص انا ما احس ان احنا على نفس الموجه، صار هو يبي يكمل في الاشياء اللي يبي يسويها وانا رحت مكان ثاني، فهو يتم يحبط في الاشياء الجديده اللي انا قاعده اسويها فينزل معنوياتي، فانا اقول لها ان ساعات اذا الشخص الثاني اللي معاك ما عاجبه الطريق اللي انت رايحه فيه، ساعات يكون هو خايف ان انت تتغيرين عليه، يعني ساعات حتى لما هو يكون بايخ ولا سخيف ولا يقول لك كلام غلط، تلاقينه هو قاله من خوف على نفسه، يمكن حتى هو مو حاس، يعني يمكن عقل الباطن خايف انه مثلا خلينا نقول هي الحين تبي تاكل اكل صحي ولا تبي تسوي تامل كل يوم، عاده في ساعه التامل اللي هي بتسويها الحين كانوا يقعدون مع بعض يطلعون تلفزيون مثلا، فهي الحين في هذه الساعة بتبتعد عنه، هي تحس انه ايش فيك انت، انا قاعدة اسوي شيء زين حق روحي وانا قاعدة انمي من نفسي وانت ليش مو عاجبك؟ تلاقينه هو بس خايف، قاعد يقول انه الحين انا الحين هاي الساعة راحت عني، عقب هاي العشاء اللي بنطلع نتعشى شيء صحي بعد ما تبي، وبعدين لما نسافر بعد يمكن انت بتروح مكان ثاني، فهو يحس بخوف فيقوم ما يعرف يعبر عن هذه الخوف بطريقة صحيحة، فيقوم يصير يقول كلام جارح ولا كلام غلط، أو إنه هو بعد يروح ذاك الصوب إنه خلاص ما دام هي ما تبي أنا بعد بكمل في طريقي. فإذا الشخص أحد الأزواج يحس إنه هو كبر وتغير، تعرفين إن الزواج مدة طويلة يعني it's a marathon، بدأ يتغير وبدأ يتطور، يبتدي يشرح شوي شوي حق هذاك الشخص الثاني، يعني يقول له ترى انا ما بتغير، انا كياني من داخل ما بيتغير، حبي لك ما بيتغير، صدق ان احنا الحين هذه الساعه ضاعت علينا، بس خلينا نفكر في طريقه نعوضها وقت ثاني، ايام الاسبوع، يوم الجمعه، فتلاقينه هو شوي شوي يبدا يهدأ، يحس انه اوكي هي ما صارت تكرهني كلش، يعني لانه هو ساعات يكون بس من خوف، ف صح. يعني ما ادري اذا انت تشوفين هذا الشيء ولا لا. اي وايد اشوف هالشيء اللي يصير، انه هو في اكثر من مشكله، فاللي يصير مثلا واحده تبي تبتدي بالطريق الروحاني، خلينا نقول تبي تسوي تامل، هاي كلها وايد زين، بس هم لازم تنسى، لا لازم ما تنسى انها هي عندها مسؤوليه تجاه زوجها، تجاه عيالها. يعني هذه الاشياء، هذه الناس اللي لما اول ما يبتدون بهذا الطريق الروحاني وهم كانوا متزوجين بالسابق، وخصوصا لما يكتشفون نشوه الحب الذاتي صح وان انا قلت اهملت نفسي طول هالسنين ايوه وانا خلاص بالضبط، وانا ويني عن هالاشياء، اي فيمكن في البدايه يصير، يمكن يكون في هذا الشيء، بعدين المفروض يرجع التوازن نفس ما كان قبل. في البدايه ممكن اوكي يعني نسمح حق الوحده مثلا انها في البدايه تبتدي تنجرف وايد تروح، بس لازم تتذكر ان الطريق الروحاني لازم يكون في بالانس، لازم يكون في توازن، مو بس انا هم عندي انا اوكي، بس انا هم عندي زوج، عندي عيال،
اوكي انا اعطيت كرست طول حياتي لهم والحين بشوف نفسي، بس بالنهايه هذا جزء من السبيريتشوال باث، هذا جزء من التطور، ان الواحد يسوي موازنه ما بين كل اطراف حياته. هذا شيء وايد ضروري تحتاج تحطه في بالها. يس وايد اتفهم الوحده اللي اول ما تدش في هذه النشوه، خلها تدش في البدايه بس خلها تتذكر هالشيء. ونقطه ثانيه ان ما يصير هم احنا نفرض نفسنا على الاخرين، يعني نفس ما انا عندي this path هم بعد عندهم طريق ثاني. ممكن ان احنا نلتقي، طبعا وايد يفضل ان كثر ما كانوا مع بعض يسوون هذه الاشياء كثر ما كان افضل. وايد انا قاعده اشوف ناس مثلا ان هي دشت زوجها تلقائيا يدش وياها صح بنفسه بدون ما هي تفرضه. اللي يصير ان مثلا هي تدش بهالمجال وتنظر مثلا حق زوجها بنظره دونيه، ان فهذا اكيد راح يسوي هذا الجاب. فهي هم تحتاج تعرف هذا جزء من التطوير الذاتي، ان انا احاول اشارك زوجي بهذه الاشياء. وبعدين يعني وانا اتكلم عن نفسي شخصيا، مثلا لما انا تغيرت، لما وايد دشيت بالمجال الروحاني وكل الناس اللي حوالي اللي هم خافوا، يعني عندي كان صديقات خافوا ان ابوي انا بتغير وبروح عنهم. فاللي المفروض يصير ان انا بالعكس، ان انا ازيد محبه، كثر ما زادت عندي هذه المحبه حق نفسي انا ازيد محبه وعطاء حق اللي حوالي. وبالعكس هذا الشيء راح يشوفونه ان انا مثلا اصير مثال حق الشخص اللي احنا قلنا نسعى للكمال، احنا مو مثاليين، فان انا اسعى حق الكمال يشوفون الله انا وايد صرت ريلاكس اكثر، وايد صار فيني حب اكثر، شنو السر؟ ابي اسوي الشيء اللي هي كانت تسويه. انا كنت اشوف انها هي وايد كانت قلقه ومتوتره، بس طالع الحين كلها سعيده وتضحك. فبالعكس اذا الوحده فعلا سوتها بالطريقه الصحيحه الناس اللي حوالينها ينجذبون لها. في مرات لا، بس ما يصير يصير. يعني اذكر انا كلمت واحده كانت معاي هنديه، فقاعد اقول لها شلون انت مع زوجك؟ تقول احنا قبل كنا شجره واحده، الحين صرنا شجرتين، بس كل واحد متفهم الثاني، كل واحد فاهم يعني الثاني ومقدر الثاني، بس احنا تو تريز. شخصيا انا ما ودي هذا الشيء، لان انا اعتبر انه لا، ان الاثنين مع بعض هو الشيء الواو الروعه اللي هو فعلا في المشاركه، فعلا في التطوير. اتمنى لكل وحده توصل لهذه المرحله من ان الاثنين يقدرون يتطورون مع بعض. وهذا وايد له علاقه هم بالبنت نفسها، بالمرأة نفسها، شلون ان هي ما تحاول تبعد زوجها عن هذه الاشياء، ما تفرض عليه هذه الاشياء الجديده، هي تبين انه هو شيء روعه، هو تلقائيا راح ينجذب حق هالشيء. يعني وايد حلوه هذه الفكره، وبننهي الحلقه على هذه الفكره، فمو شجرتين، شجره واحده رايحه مع بعض. شكرا مي، اقدر لك وقتك، وان شاء الله يكون عندنا حلقات وايد اكثر على الموضوع ومواضيع غير. حطوا لنا كومنتس، حطوا لنا في التعليق شنو تحبون تسمعون، شنو المواضيع اللي على بالكم هالايام، هل انتم شجرتين ولا شجره واحده طالعين مع بعض؟ وحطوا لنا لايك على الفيديو اذا عجبكم، وان شاء الله نكون معكم في حلقات ثانيه.